هذا أكبر نوع من أنواع التمر اسمه مجهول. التمر كاين من منطقة تين جداد النواحي ديال الرشيدية. أنه نعطيه خص واحد الجلسة خاصة للمجهول. الزراعات البيولوجية وعندنا 99% مجهول وواحد في المية. منذ اكتشافه في المغرب بات التمر المجهول يعرف بملك التمور. احنا عندنا التمر المجهول وبفقوس تمور عضوية. هاد التمر كاين من منطقة تين جداد النواحي ديال الرشيدية. هو صراحة أن التمر ديال هاد المنطقة على حساب الناس هو أحسن تمر كاين في المغرب من ناحية المذاق، لأن المناخ الطبيعي ديال هاد المنطقة كيتلائم بالضبط مع هاد النوعية ديال التمر، وبشهادة الناس كلهم أن التمر ديالنا عنده واحد المذاق تختلف على التمور الأخرى. أولا من ناحية المذاق اللي هي تمور عضوية، يعني ما مداوياش، ما فيهاش لي بيستيسيد، وكاينه بواحد العناية اللي عطيناها. قد تم تتمينه على مر التاريخ بسبب الصعوبة والمشقة التي تصاحب عملية زراعته. كان في السابق حكرا على البلاط الملكي المغربي، واعتبر من المحاصيل القيمة ولا يزال كذلك، غير أنه وفي عام 1927 تعرضت المحاصيل في المغرب للتلف بسبب تعدد الأمراض، مما دفع بزراعة الفسائل إلى مناطق أخرى حول العالم حتى وصلت إلى وادي الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والأراضي الفلسطينية. مشاهدينا الكرام، نافذتنا اليوم ستكون عن تمر المجهول، وهو أجود أنواع التمور بالمغرب وبالعالم. تابعوا قناة نافذة ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد القناة. تعرف تمور المجهول بحجمها الكبير وبمذاقها الرائع الذي يجمع ما بين نكهة الكراميل والعسل البري وبعض القرفة، فهي تدوب في الفم مع كل قضمة وتجعلك تعود لطلب المزيد، وذلك بفضل مذاقها الحلو ونكهة الكراميل المتميزة التي تشعرك دوما بالرضا في كل مرة تتذوق تمر المجهول المغربي. هذا أكبر نوع من أنواع التمر اسمه مجهول، لكن صار اسمه مجدول لأن الإنجليز يكتبوه كذي والدي سايلنت، ومن يومها ينطق بالغلط مجدول. والله هم ما يسموا برأي، لأنت حاليا لو زرعت لك نقلها تسميها بكيفك. هو احنا نقول عليه مجدول، لكن في الحقيقة هو مجهول أو مجدول. شفنا تمور من هنا ومن هنا، بس أكبر حبة اللي شفتها بصراحة اللي هي المجهول. ترجع تسمية التمر بالمجهول نسبة إلى شجرة المجهول التي زرعت لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية وأخذت من المغرب، أي أن أصل هذه الشجرة من المغرب. فحسب دراسة قام بها المعهد الأمريكي للعلوم البستانية، فإن تمر المجهول يعتبر ضمن التمور الخاصة بشمال إفريقيا، وبالضبط منطقة تافيلالت بالجنوب الشرقي للمملكة المغربية، مع الإشارة إلى وجود أنواع أخرى شبيهة بالمجهول تزرع في الجزائر وتونس ومصر. هذه الدراسة الأمريكية قامت بعملية تحليل الجينات الوراثية ل 66 نخلة من نوع المجهول من المغرب، وست نخلات من مصر، وأربع من أمريكا. في النهاية أكدت الدراسة على أن التمر المجهول خاص بالمملكة المغربية، وأن جينات باقي التمور الشبيهة به مختلفة تماما عن تمر المجهول المغربي. ارتئينا بأنه نعطيه خص واحد الجلسة خاصة للمجهول، نظرا للقيمة الكبيرة ديال هاد التمر على مستوى التسويق الدولي، وثانيا لأنه هو في الأساس ثروة مغربية محضة، إلا أنها بدأت ترجع لها كلام كثير بأنها هي أصلها من إسرائيل، أصلها من أمريكا، كان قالنا حتى أنا أصلها من السعودية وكذا إلى آخره. كانت في نقاشات كثيرة في هذا الباب هذا، فكانت الفكرة أنه أولا أننا نخرج. يتم تصنيف المجهول في واحد درعة تافيلالت المغربية حسب الحجم، ويتم تقسيمه إلى ثلاثة أقسام رئيسية، هي مجهول حجم عادي، ثم مجهول حجم متوسط، ومجهول حجم كبير. تعد تمور المجهول مغذية للغاية لما تحتويه من فيتامينات ومعادن ومضادات للأكسدة، فهي حلوة المذاق وغنية بالسكر الطبيعي والألياف،
بما يمد الجسم بالطاقة لفترة طويلة. وإليكم بعض من فوائدها الصحية، فهي معزز طبيعي للطاقة وتنظم ضغط الدم وتقلل الكوليسترول، كما أن التمر المجهول يحفز عملية الهضم ويحسن صحة العظام. التمر المجهول المغربي يصنف ضمن فصيلة نادرة من التمور التي تتم زراعتها في شمال إفريقيا، ويزرع بالتحديد في منطقة الرشيدية بجهة تفيلات في الجنوب الشرقي للمغرب، وهو تمر مميز ملكي تجود به واحات تفيلات، وهو أرفع أنواع التمر، ذو سمعة طيبة ومشهور كثيرا لدرجة أنه يلقب باسم ملك التمور. زراعات البيولوجية وعندنا 99% مجهول، 1% فقوس وخلط، وحنا تعاطينا لهذا الميدان تاع بيولوجي على حقاش عنده مستقبل وتيبشر بالخير. وعندنا لي كليون تاعنا في الدار البيضاء وفي الرباط تيتقداو عندنا دي ماغازان سبيسياليزي في البيع والشراء تاع بيولوجي. إذن قضية البيو خص الناس يتشجعوا فيه على حقاش عنده مستقبل وعنده عليه طلب، بدا يتمشى في المغرب كما ينبغي. ويتهاتف عليه مشاهدينا الكرام المغاربة داخل وخارج المغرب كل سنة عند حلول أيام شهر رمضان، وفي المناسبات والحفلات واستقبال الضيوف أيضا، حيث أنه تمر المجهول بالمغرب يحظى بتقدير كبير في التقاليد المغربية العريقة وحفلات الزفاف وعند المغاربة في المهجر. وغالبا ما يتم تقديمه محشوا باللوز أو معجون اللوز الحلو أو القرقاع كما يقول المغارب. تمر المجهول المغربي له نفس الخصائص الغذائية لأصناف التمور الأخرى، لكنه يتميز بشكله وحجمه الكبير الذي يساوي 3 أضعاف حبة التمر العادية، وله مميزات أخرى مثل أنه ناعم وحلو جدا، يعتبر غذاء صحي لأنه غني بالألياف، غني بالسكريات السريعة الهضم، ويعطي كثير من الطاقة، ولا توجد به مواد دسمة، وخفيف على المعدة، غني بالبوتاسيوم، حيث يفيد تمر المجهول المغربي المصابين بارتفاع الضغط الدموي ويساعد على الهضم، كذلك يجنب الإصابة بالإمساك، كما أنه غني بالمعادن خصوصا منها الحديد والزنك، وهي مفيدة للمصابين بفقر الدم. تمر المجهول مشاهدينا الكرام غني بالفوسفور والمنغنيز والكالسيوم والفيتامينات المفيدة للدماغ والقلب، ويتوفر كذلك على مواد مغذية تحمي من التعب والإجهاد خلال أيام الصيام برمضان المبارك. يتميز هذا التمر أي تمر المجهول المغربي بالقيمة التجارية العالية نظرا للطلب المتزايد عليه من مختلف بقاع العالم وفي المغرب على وجه التحديد. طلب على برا كثير كثير، ولكن الكيمياء اللي تطلب برا ما واحد لوحده ما يمكنش يوفرها، اذا خص الفلاح ينخرطوا بهذه السلسله تاع البيولوجيه. ما الطلب موجود، الطلب جانا الطلب شحال من مره من المانيا، ولكن مع الاسف الكميه اللي تطلبوا ما موجودهش عندنا، اذا خص الفلاح ينخرطوا بهذه السلسله ونكونوا يد في اليد ونوفروا المنتج ان شاء الله. وهذه القيمه في الاصل ترجع إلى الجودة التي يتميز بها هذا النوع من التمر، حيث يتميز بالنسبة المرتفعة للب الفاكهة وصغر حجم النواة، المذاق اللذيذ للتمر المجهول، ثم رطوبة عالية للتمر، كذلك الحجم الكبير للمجهول مما يتيح استعماله في وصفات كثيرة، وكذلك تستطيع نزع النواة الخاصة بها وإضافة اللوز مثلا أو أي شيء آخر تريد، مما يجعل المذاق الخاص به جد مميز. زراعة المجهول في المدينة المنورة، لكن الكيان الصهيوني دش على الخط وصار أكثر دولة منتجة بسبب إضافة مادة سرية على التربة. لما يخوض بريتو فوتيو تير علينا على إيزشو تخشير بصورة مئود بشوتة نيتان بكاركا أخت لشنتين، وما شזה גורם ופה אתם רואים את העץ לידו, העץ המטופל הזה, זה גורם לעץ להיות קטן יותר. העצים המנונסים, הפירות שלהם הרבה יותר גדולים. מושהדין الكرام، كانت هذه نافذة وحلقة مختصرة عن تمر المجهول، أحد أجود أنواع التمور في المغرب وفي العالم. إذا أعجبك الفيديو عزيزي مشاهد، ففعل زر الجرس ليصلك دائما كل جديد القناة. وفي نافذة قادمة وموضوع قادم، دمتم في رعاية الله.
So